ورقية ولا إلكترونية. التعليم تحدد طريقة وضوابط امتحان أكتوبر لطلاب أولى وثانية ثانوية. أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نظام الاختبار الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، فيما سيتم إجراء اختبار الشهر الأول في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري وفقا لتعليمات الوزارة. وأكد وزير التربية والتعليم أن الاختبارات الشهرية الثلاثة للصفين الأول والثاني الثانوي سيتم عقدها ورقيا وليس إلكترونيا. اختبارات لا مركزية على مستوى الإدارة التعليمية. وأوضح الوزير أن اختبارات شهر أكتوبر ونوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي سيتم عقدها لا مركزيا على مستوى الإدارة التعليمية. الامتحانات الإلكترونية على التابلت. وأشار حجازي إلى أن امتحانات نصف العام ونهاية العام الدراسي 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سوف يتم إجراؤها إلكترونيا على التابلت، لافتا إلى أن الوزارة تسعى للتحول التدريجي لاستخدام التابلت بالامتحانات. ضوابط الاختبار الأول لشهر أكتوبر. وأوضح الوزير أن الورقة الامتحانية لها ضوابط محددة يجب مراعاتها عند وضع الامتحان. وحدد الوزير ضوابط الورقة الامتحانية التي يجب مراعاتها لمادة الرياضيات بنحو يحتوى امتحان الجبر عدد 4 أسئلة موضوعية منها اختيار من متعدد وتكون درجة السؤال درجة واحدة وسؤال مقالي بدرجتين. ويشمل امتحان حساب المثلثات عدد 2 أسئلة موضوعية وتكون درجة السؤال درجة واحدة وسؤال بدرجتين. يشمل امتحان الهندسة على 6 أسئلة منها اختيار من متعدد واثنان سؤال مقالي وتكون درجة واحدة على سؤال الاختيار من متعدد ودرجتين على السؤال المقالي. أن يكون الاختبار موحد على مستوى المدرسة. أن تكون مدة الاختبار حصتين لمدة 90 دقيقة. امتحان الرياضيات للصف الثاني الثانوي يتضمن امتحان الرياضيات للصف الثاني الثانوي الجزء الخاص من التفاضل على 5 أسئلة وينقسم إلى 4 اختيار من متعدد وتكون درجة لكل سؤال وسؤال مقالي واحد بدرجتين. يحتوي امتحان حساب المثلثات على 3 أسئلة منها 2 اختيار من متعدد ودرجة لكل سؤال وسؤال مقالي بدرجتين. يحتوي امتحان الجبر على 8 أسئلة منها 6 أسئلة اختيار من متعدد ودرجة لكل سؤال بالإضافة إلى 2 سؤال مقالي بدرجتين على السؤال.